لان ده منتج احنا بنحتاج نبيعه للناس. لا اكيد، واحنا جاهزين. هيرفع مستوى الاسره البيضاويه على طول ان شاء الله. طب خلينا احنا بالنسبه لنا احنا في البنك ممكن ننسق مع باسل ونبتدي فعلا نعمل برنامج مخصوص للمراه السيناويه. هو اوريدي البرنامج موجود، ان هو نتكلم مثلا مبلغ او خامات نجيبها مع التنسيق مع المحافظه، ونبتدي في الحاله ديت ان احنا نوفر لهم فرص عمل، ونبتدي نجمع المنتجات وتنزل في الاماكن السياحيه مثلا شرم الشيخ لو شغاله. فاعتقد ان دوت حاجه مهمه جدا ان شاء الله. وبرده ممكن نشتغل على تربية الأغنام أو روس الأغنام، برضو ممكن ندي تمويل برضو بسيط. اللي بيقولوا علاء بيه ده إيه رأيكم؟ دي حاجة هايلة. ممكن ندي تمويل بسيط، والتمويل دوت برضو 20,000 جنيه 30,000 جنيه، يبتدوا يشتغلوا براسين ثلاثة ونبتدي إحنا بكرة. ممكن يا جماعة نوسع هنا شوية الكلام برضو. دلوقتي إحنا مخطط 120 كده مكتوب. إن شاء الله. ياسر أنا وراك ياسر. هو طبعا التكلفه طبعا تكلفه يعني مبدئيه 25 احنا كنا قايلين لهم 120 فان شاء الله نكمل ال 120 ان شاء الله. طبعا يعني طبعا تم مراعاه بيئه محيطه ومطالب الاهالينا البلد يعني التنفيذ ان شاء الله. وفي نفس الوقت برضه بنشغل المقاولين اللي موجودين هنا في سينا بحيث ان احنا يعني نلاقي فرص عمل اهو لكل الناس الموجوده. جايبين مدير الصندوق اهو. انا عايز اقول لك ايه؟ جايبين فرص عمل. ما احنا بنخلق فرص عمل. طب انا هخليك يديك الميكروفون دقيقتين تقول لهم تقدر تدعم لهم ايه؟ مشاريع جديده بين اهالينا يعني اهالينا فين؟ عشان الوش ده يعني احنا بنبني البيوت وبنحط المرافق وبنحط الطرق والكلام ده. احنا لو نقدر نفكر نعمل حاجه منتجه لاهالينا هنا في سينا يبقى دي حاجه كويسه. نعمل اللي حضرتك عايزه، يعني حضرتك حط المقترح واحنا نبنيه ونسلمه للناس بحيث انها تشتغل. طبعا بمساعده حضراتكم طبعا يعني بيبقى في دعم اذا كان في عدد الات تيجي. احنا برضو عندنا امكانيه ان احنا ممكن ندعم ببعض الالات للورش اللي هتبقى موجوده، سواء بقى عدد سباكه عدد كهرباء، كل الكلام ده متاح ومدرب الناس كمان. بس انت كان محتاج هنا منتجات يدويه. ده انا بتكلم في الاولاد كل الاجراءات يقبض كل ده كل الكهرباء كل الخدمات متاحه فندم 60 كيلو طبعا. يبقى القريه ما هياش لازقه في طابا يعني 60 كيلو بعيد عن طابا. هو كان بينزل عشان يقبض او عشان يعمل اي خدمه كان 500 جنيه بيصرف 60 كيلو في الصحراء عشان ينزل بيدفع 500 جنيه مواصلات عشان يروح يجي العربيه خاصه ماشي ماشي فين. انت هنا حضرتك بتخدم كمان. هتشكر شريف بيه طبعا وعايز كل الاهالي يشكروه اللي جاي بنفسه يفتح هذا احنا القبيله كلها بنشكرك يا فندم. سلام الشيخ سلام ابو خالد من قبيله الحوان. ايوه والله الحمد لله احنا مبسوطين بزياره المحافظه النهارده، فهمت ومبسوطين الحمد لله يعني. وافتتح النهارده اللي هي 60 بيت، افتتح البريد الحمد لله، وافتتح اللي هو الملعب بتاع الكره. انا شايفها فيه يعني احنا جينا السنه اللي فاتت ما كانش فيه تنميه زي كده، انا شفنا المره دي في اسكان في مكتب بريد. يعني انتوا حاسين بايه بعد الافتتاحات والتنميه اللي حصلت؟ والله الحمد لله احنا كانت اللي هي النقب دي كانت تبع شمال سينا تبع جنوب شمال سينا. من سنه ونص اتضمت ايه الجنوب سينا، والحمد لله في تطورات، في يعني بقينا احسن من الحال اللي احنا فيه من الاول.